أغسطس ومازيمبي من الكونغو. الفائز منهما سيقابل الترجي أو النجمة الساحل. شكرا جزيلا لمارك وحازم، والآن ننتقل إلى المواعيد. نصف النهائي الأول، المباراة الأولى للفائز من ربع النهائي أربعة، الحرية والأهلي، والثاني الفائز من سطيف والوداد، والثاني الفائز من الأول بين أول أغسطس ومازيمبي، والفائز من الترجي والساحل نجمة الساحل. المواعيد الأول 14-15 سبتمبر، وكما نعلم أنه سيتم لعبها يوم الجمعة أو السبت. المباراة الثانية من سبتمبر ولنصف النهائي لدوري الأبطال سيتم اللعب يوم الثلاثاء 2 أكتوبر والثاني 22 أكتوبر، المباراة الإياب. شكرا جزيلا. الجائزة إما أن تكون في أنغولا، الكونغو، أو التونس، أو بالنسبة لدوري الأبطال نفس الشيء بالنسبة لكأس الكونفدرالية. إن النهائي سيتم في نوفمبر، بينما العام القادم سيتم لعب النهائي في شهر مايو. أرجو أن أتقدم بالشكر للسيد حازم والسيد مارك فيشر وأيضا أسول، وشكرا جزيلا أصحاب المعالي الوزراء والضيوف الأعزاء. ونيابة عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أود أن أتقدم لكم بجزيل الشكر على وجودكم هنا في القاهرة في سحب القرعة للنسخة 22 من دوري الأبطال في أفريقيا. شكرا جزيلا. معلش أنا شايلتك الليلة. نعم، شكرا على المتابعة.